الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى Don't
كثيرا ونساء تساءلون به والأرحام إن الله ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى كان حبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء
وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم النساء صدقاتهن نحلة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وإن كنتم ألا تقسطوا في اليتامى فلا تنكحوا ما طاب لكم من النساء ذلك أدنى ألا تعالوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعف وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا ومن كان غنيا فليستعفف إليهم أموالكم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله. إخوة الإيمان والإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن.
صدقت يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اخوة الايمان والاسلام، عشنا مع الضياء والنور، عشنا مع الفرقان بين الحق والباطل، عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم، ايات بينات من الذكر الحكيم، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد فهمي حمادة، قارئ الدول العربية وإذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية، والمقيم بمركز ومدينة إيتاي البارود. أما على أحدث وأقوى مكبرات الصوت الحديثة والإنارة الكهربائية والفراشة الشعبية والمعرض الفني، اطلبوا محلاتكم الكبرى، محلات ومخازن المتوكلين على الله الحج عبد المنعم زقزوق وأولاده المقيمين بمدينة إيتاي البارود. وكل من تقدم بالعزاء كان سعيه مشكورا، والبقاء لله وحده.